زمن طويل بالله ما تلاقينا. قربت 30 سنتين. اقعد هنا؟ اقعد. ذهبي. هنا احسن. الله يديك العافية. غيرت لكن يا مان شنو الحاجات دي؟ والله تقول شنو؟ العرس. جيبي شنو؟ العرس وكده. بالله اللي بيعرس ويبقوا كده ما قال لي الرجال بيحملوا. اللي بيحملوا الرجال ولا النسوان؟ سامع صوت الحفلة دي؟ الحاجة المحيراني انه البلد مسخنة وكل يوم واحد يعريس. ما حنك يا خطر. الرجال بيجاز في لكن انا المحيرني. النسوان دي تلقى بلاط ما عندها. الكتاحة قايمة جوا بلد. الشباب عليك الله. انت انت يا ديوم يا ديوم يا منتصر في قديك مرة ولا النسوان دي كلين كده عندها منطق؟ كل منطق عملوه غير عند النسوان. ما عندنا اي منطق. بتفكر ما بتلقى. انت عارف لو قعدت ليل حول قربت قربت كلام الدار تقوله ده ما بتلقى. قربت يا ما بتلقى. انت بس اديني صلنا بس اديني صلنا. راحت ليك صح؟ راحت ليك. ها انت لو قعدت تفكر ليه الحول ما بتتذكر ولا عارف انت دار تقول شنو؟ متزوج ومكانتك ركشه. والله ما عارف اقول عدس يا فردي. عدس؟ يا اخي انا زادي بقيت نباتي. عليك الله سي انت فرقك شنو؟ الفنان التقليد ده. انت فنان التقليد ده مالك بيه؟ خليت الكلام كله وبقيت في فنان التقليد ده. انت عارف انه يحقق منه؟ الظاهر الحكايه ما كريش بس تفكيرك ذاته وطريقته بقت وهميه. المرحوم خضر بشير النسوان اللي كان بيتكلم عنين حسي ما في مشان وين؟ انقرضا انقرضا جد. عارف القرضين شنو؟ الصيد العشوائي. حلوة منك دي ردمة حلوة. نسوان هسه ديل كلهم مشاطنات حنية ما في ونوسة ما في. يا اخي الواحد لو عاينت لك كده بس تحلف تقول الدق بنية. تعرف انا حلتكم دي تاني ما بجي. ها ما في حلتنا بس الكلام ده كلهم كده. طيب والدلمين ده لما قال اسمر جميل فتان اسمر اسمر حبيبي اسمر اسمر يا سحر المنظر تريري تريرارا. ابرد ابرد يا بشكا. والدلبين في البداية كلامه كله كان صح لكن بعد ذاك ردمته لك ردمة الجن. خلته 4 ولا 5 سنين يحاول يقنع في نفسه انه كلامه ده كلام زعل ساي ما بتقصده. وفي الاخر لما ورته لك صح شبكة مصيرك بكرة تتعلم من الايام. ولا شبارقة شبارقة المسكين ما
مثلوا معاه دور عفن خلاص، وبقى شنو يسبح ويقول سبحان الخلق الناس، انا عندك زي الناس. ودي فيها شنو؟ ما كلنا زي بعض. ها انت الظاهر ما فهمت زي الناس دي، انت ما بتعملها ولا شنو؟ الزول ده ما كان قصده كده يا اخي، الزول ده كان قصده جرعة حنان زايدة شوية. حاول اقرا بين السطور عشان تتنور، هو بقول ليها الله خلقنا كلنا بشر سواسية، لكن مكانتي عندك زي الناس. دي كبيرة شوية، ذكرتني عطر الصندل يا الهادي. زهرة ياسمين وانفاس عنبر، زفة روعة ربك يستر من عين الناس. ربك يستر من عين الناس، ولكن ما كان قصده الصندل، ريحة الصندل دي جابت الريحة ولا شنو؟ اي والله. نلف لك واحدة ثاني ولا؟ فعلا ربك يستر. انت عارف دي شكلك اتذكرتها بالريحة بس. شاويش ده الزيت ذاته ملك التطريب والتلحين، لكن الصندل ده اهله بحرقوا بيه الميتين. الغنية فيها تورية، نظام حمام ميت وكده. عارف الغنية دي؟ كتشت ليك شاويش، خلته يقعد يرضي عليه فهمه ويقول عادي جدا انت تكسى عادي. وين تعرف حالتك دي تأخرت شديد، انت لازمك علاج بالخارج يا هوي. تصدق في السودان ده كله الراجل الوحيد اللي اتخارج من الحكاية دي بسلام عارف منه؟ الأسطورة غايد الأسطول حوتة المرحوم كان صنديد، لما نقش الحكاية طوال يا معلم صرف ليها بركاوي وقال ليها تغور إن شاء الله في 60. عارف يا مونتي بركاوي دي في غنية ما في زول فكر فيها غيره. لا والله أغنية إنصاف. إنصاف الفنانة؟ هاي؟ طيب دي ما منهم. أصبر معانا شوية، دي من باب شهد شاهد من أهلها. إنصاف لذيذة خلاص يا أخي، دي لو جابوها تغني جو وجهك، لو قعدت في برنامج ساكت برضو جو وجهك. لا بالله، انت ما سمعت المقولة بتاعت ألزكن ألزهن لأهلها؟ يا أخي إنصاف جاها واحد قال لها بريدك طوالي، طلعت له أغنية الله بيني وبينه يريد شنو، ريدي طلع عينه يريد شنو. ما كان تزليق لي بالراحة بدل الفضايح دي كلها. ما يمكن كان مفلس الدقة. إنصاف من الجيل المعاصر، وفي الزمن اللي علينا ده النسوان هنا اللي بيدقن الرجال، كان ما جسديا بطرق كثيرة تانية. شنو يا معلم؟ مشيت وين؟ الكلام ده جاك في جرح ولا شنو؟ هاي والله. والله في نوع نقة أحسن منه الدق. في حاجات كمان أصعب من النقة. بالله فكر يا أخي من السيرة دي يا أخي. أصلا إحنا دخلنا في الموضوع الفاضي ده شو؟ ما دي كنت زادة. والله ردموك ردم لما تطير عديل. والدليل البلاول لما قال نروح معاك عمر الهنا. انت قامت بيك ولا شنو يا فرزة؟ هنا اصلا بتكلم عن الراجل في الغنية. لا 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 ابدا، دي الكنتة ذاتها.
الغنية أصلا بتاعت عبد الرحمن مكاوي، لكن اختيار الكتابة عن الحنان بتاعه بصيغة المذكر عشان البنية ما تاخد دقة حبيبة الصباح من أهلها. حتى بالفهم ده المقصود من الكلمات إنه لما البنية مشت كل السعادة مشت معها، شتتت. دي بس وهمة في شكل قلبها. الوارد والأرجح إنه عمك عبد الرحمن قال يبعد عن السلبية وعشان كده خلاها كرباوية. هما الاثنين كانوا مع بعض، والمقصود بجد يقول لها انتي دخلتي من الباب والهنا نط من الشباك. نفسي بس عارف اكرهك والكرهتك في النسوان دي. انت فاكر انه انا معقد يعني؟ كيف ما معقد؟ والله انت معقد وقد. طيب انت فطموك في كم؟ اوي اوي يا حبيبنا، ما تعمل ليش هان السمعة؟ الحكاية دي قناعات. قناعات؟ طيب عامل فيها حمدوك وما دار تعرس ليه؟ ها ولا عامل حمدوك ولا حاجة، انا عامل حسابي. من شنو؟ وفي انفسكم اولا تبصرون؟ تعرف المرة السمحة شديد القاضعة بيسموها شنو؟ قنبلة. ده عشان ممكن تتفجر فيك وتقوم بيك. عارف اوروبا بيسموها شنو؟ تشيكس. صح. مصحصح انا. ما قامت بيك. ما قامت بيك. لكن برضو تاني بيسموها بيرت. عارف يعني شنو؟ بيرت يعني طاير. طيرة. لأنها ممكن تطير بيك برضو. معلش دي لازم تساعدني فيها، أخوك فهم وضيق. ما في خيارات؟ الطيور دي عجيبة يا أخي. الطيرة تكون طايرة فوق ويتوسخ في نفس الوقت. قصدك؟ كده روق 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 وخليني أوضح لك قبل ما تدخلنا في مطبات. ولا اقول لك طبعا هم بيفتكر انهن ما زينا وانهن بيطيرا بيفهموها وهي طايره كمان، لكن ده كله ما قصدي. انا قصدي الواحده لما تتضايق وصواميل نافوخه دي تطير بترمي دراب كبار وما بهم ما يقع وين، وتردم لك اي حاجه، كوبايه شاي، جلحه، صلعه، اي شيء ما مشكله. لا لا ما حنك، الرجال ذاتهم بيعملوا كده. انت بس ما تركز عشان ما تاكل مع جنبه. الرجال ديل بردوا ويفهم، وممكن رديمهم ده يكون في الصالح. رديم في الصالح دي ما مقسمه معي. دي تتذكر زمان في المدرسة كان بيكون في واحد دائما بتتضارب معاه، يوم يدقك ويوم تدقه، وفي النهاية بتبقوا فرد وأصحاب. مع المرة وين تلقوا زي ده؟ وين وين وين؟ كلمة واحدة ممكن تسمعها لغاية وانت مودينك على الغبر. وعشان كده أنا قاعد أديسيلك مالي ومال المشاكل. هل انت ما عندك مشاكل؟ عندي وكمان مشاكل تانية، لأنه ما عندي مرة، لكن مشاكل المرة السودانية ده نوع براو. كبر وركز في النوع التاني. شنو مشكلة المرة السودانية؟ المرة السودانية ما عندها مشكلة. طيب المرة السودانية هي مشكلة في حد ذاتها. خد
المرأة السودانية تفتقر إلى الأنوثة. يعني نسواننا ذيل ما نسوان؟ لا 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 لا، نسواننا حلوات وجميلات يا أخي، حتى مناهل جارتنا حلوة. بالمناسبة أنت بتعرف مناهل جارتنا؟ المودين أعرف مناهل جارتكم شنو؟ مناهل دي حلوة جدا، لما تشوفها لما قلبك يقيف، لكن أصله ما تحتك بها يا أخي. الزولة دي لو صحت بحرامي في البيت ولا بتنتظر تصحي راجلة من النوم، بتسك براها تقول لك لما الراجل يصحى الحرامي بيكون كب الزوغة. عشان كده أنا من زمان بلاوز من حلتكم دي، والله أنا بنصحك تطلع من الحلة دي شوية، تمشي ليك واحدة من الجامعات دي تشوف اللي بيحصل شنو. الجامعات؟ الجامعات دي كريمات وتغيير نغمات ونيصان عجيب يا أخي، يلخموك بيه، ولكن بعد تعرف درب المازون بيه وين؟ لو كتبوه لك في روشيتا ما تشوفه. الوحدة ما لازم تتمايص وتتسوى عشان انت تشوفها مرة كاملة الأنوثة. ما لازم، الأنوثة دي زي اللياقة البدنية واحد. قم دل الهدرجة. زي ما بقول لك كده، الأنوثة دي زي اللياقة البدنية، بتتكون من حاجات كثيرة. عشان تكون لياقتك تمام لازم يكون عندك القوة العضلية، قوة التحمل والمرونة والتكوين الجسماني. أمك الكلام دخل الحوش كده. أصبر معاي شوية. أولا أنا ما بتكلم عن الشكليات، ده شغل ربنا وما في أي عيب، لكن بيني وبينك الدم الحار في النسوان ما كويس. يعني قصدك الجوهر ذاته ما تمام؟ انت قايل كده صلحتها ولا شنو؟ صلحتها شنو؟ انت قايل فتت فول؟ دي حقائق مثبته، يعني المره منها تصف الراجل قبل الزواج ب 100 وصف، وكمان هو هلا يدفعوا للجونات وبرضه يجيني شكرا، لكن بعد العقد مباشره المره ترفع القزاز وطوال تشغله للراجل، والضوكة السايل عرايا يبقى واحد متطاول وما عارف هو فاكر نفسه منه، وانه مفروض يكون مبسوط وحامد شاكر لغايه ما يموت انه عرسها، زي كانه المره دي وقعت له فيها نصيب ما اخترب عشانه ودفع فيها دم قلبه. واي كلمه حلوه تفكر المره تقولها لراجلها بتبقى كبكبه ما في محلها. والله دي فيه. وعشان الحكايه دي تظبط تشطب ليك اسم راجلها ده من اي مكان، حتى من آية لا يبدين زينتهن. مش بعولتهن ديل أول وحدين مستثنين؟ أي والله والله يشتبوه ليك زي ما حاصل حاجة. أنت مش متزوج يا أخي؟ الحكاية دي جارية فيهم مجرى الدم. قايت الكلام ده لو ما قاعد يحصل لك والله مفروض توديها الدكتور طوالي. نحمد الله، نصيحة وما عندها عوجة في الموضوع ده. انت عارف النسوان السودانيات ديل هواية يتلموا في الجبنة ويقطعوا في رجالهم، حتى المرة الراجلة بكون شايلة فوق راسه ده من فوق، لما انت تتلمى معاهن تقعد تعوز في نفس عوزن، والما بتعمل غير كده يطلعوا عليك مشاترة وينتفوا لك ريشة 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 ريشة، فهمت؟ والله لو ما بعرفك كنت اقول متزوج لك 30 سنه. طيب يا اخي انت بدل مورم كده وعزابي مش احسن لك مورم ومعرس؟ وابقى زي ده؟ كتب لها كل حاجه باسمها وفي النهايه بقى ما عنده امل، وبقى يغني ليها تعالي وتعال
تجيه الطاوي يا حبالة، أنا لو منه أغني لها تاور بس. غلطة وماها مقصودة يوم صفت خلالي غلطة يعني ما بعيدة ما بعيدة يوم صدقت الريدة غلطة تاني ما بعيدة يوم صدقت الريدة بسمع همسة ترديدة للريدة ما أكيدة I'm sorry.